واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. عدتهم ولا ايه؟ لا ستة 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 في اتنين في الاجازة وعندنا جزئية صغيرة كده في الكوزنة قشطة الاتنين يعني مش هيبقوا كبار ده مصفايد ده مصفايد الرياكشن بيت هي البيت اللي بيكون فيها بريشر دروب في المو في الفيكسد وفي الموفينج فقلنا قبل كده ان الامبلس بنحسب فيها الداتا بي فين؟ اول صف بس اللي هو النوزل الفيكسد لكن اي صف تاني متحرك ده بيعتبر ان هو المساحة فيه ثابتة يعني ما بيغيرش الضغط في الرياكشن تيرمينال بيكون في عامل دلتا اتش على الفيكسد ودلتا اتش ثاني على الموفينج دي كده الفيكسد بلايت دي كده الموفينج بلايت طب اطلع عندك المحصله ان في دلتا اتش على البلايت وفي دلتا اتش على الموفينج انا رسمتها في نص دياجرام شرح اللي كنت بتسويهم في الامبلس بالظبط مع اختلاف ان هناك كان في عندك حاجه اسمها كي اللي هو الجوست كوفيشن اللي هو كان بياخد في اعتبار الفريكشن لان كانت المفروض السرعه اللي تدخل البلايت كانت السرعه هي اللي تخرج من البلايت فلما تيجي نرسم الديستريبيوشن هنا للفيكسد والموفينج دي كانت بتحرك بسرعه يو ودي ثابتة هنسمي زوايا زي اللي كنا بنسميها قبل كده كان في عندك هنا مقدار سرعة عامل سي واحد طالع على زاوية اسمها ألفا واحد داخل هنا المقدار دبليو واحد على زاوية بيتا واحد هيطلع من الريشة المتحركة بمقدار دبليو اتنين على زاوية بيتا اتنين والأبسوليوت بتاعه هو السي اتنين على زاوية جاما ايه؟ على زاوية جاما واحد اللي داخل هنا سي اتنين على زاوية جاما واحد يعني كده اكنك ايه بتلف حوالين نفسك يعني لو انت عندك رياكشن تيرمينال فالرياكشن تيرمينال بيكون فيها مراحل كتير قوي غير الامبلس فيها واحد او اثنين كروست كومباوند فيها اربعه او خمسه بالكتير كروست كومباوند دي ممكن توصل لثمانيه او اكتر فانت عندك هنا مراحل بتكون متكرره متكرره يعني هي نفس زاويه تصنيع الريش ثابته هي زاويه تصنيع الريش متحركه لكل الاستيج فتلاقي نفسك دخلت هنا بزاويه جاما واحد طلعت هنا بجاما واحد السرعه هنا اسمها الفا واحد والسرعه بتاعت الريش الثابته لو عرفتها اسمها برضه ايه؟ اسمها الفا واحد وانت ماشي يعني الشكل اللي انت رسمه ده هيتكرر في كل الريش بتاع وده اسامبشن يعني احنا بنفترض واحنا بنحل ان الدخول بتاع الريشه الثابته هو الخروج بتاع الابسوليوت للريشه المتحركه ماشي هترسم فلوس ديجرام هيطلع عندك مقدار السرعه يو زائد دبليو واحد على زاويه بيتا واحد ده هيساوي مقدار سي واحد على زاويه الفا واحد نفس المعادله اللي كنا بنحل بيها قبل كده اللي هي بتقول ان السرعه ابسوليوت بتساوي السرعه بتاعت الجسم نفسه زي السرعه غيرها. فانا عندي اليو زائد دبليو واحد بتساوي السرعه سي واحد هتاخد المثلث ده ترسم له الانلت ده الانلت هترسم له الاكزت فهتيجي عند الاكزت كده تحط زاويه بيتا اتنين وتحط هنا المقدار بتاع كي دبليو واحد بس مش لوحده. كي بتاع دبليو واحد زائد الاكسبانشن اللي حصل نتيجه الفيكسد والموفنج الاثنين بس من دلتا بي فان كان في عندك هنا دلتا بي فالسرعه بتاعتك هتزيد هتزيد ليه؟ لان انت اخذت دلتا اتش حولتها لسرعه يعني كمان الريشه المتحركه دي بتعمل وظيفه النظر فالنظر موجوده في كل المراحل بتاعت الرياكشن تيرف سواء كانت ثابته سواء كانت متحركه فانا عندي هنا كي دبليو واحد هيكون في مكان ما وهتزود عليه الجزئيه اللي نتجت عن الاكسبانشن وبعد كده هتوصل النهايه بتاعت المثلث ده هيدي لك المقدار سي 2 على زاويه جاما هنبدا نحسب دلتا اتش على البليد ودلتا اتش على النوزل ونعرف انهم حاجه اسمها الديجري اوف ريكشن مين هو الديجري اوف ريكشن؟ قال لك ده النسبه بين الدلتا اتش على البليد على دلتا اتش على البليد زي الدلتا اتش على مجموع الدلتا اتش على البليد والنوزل ده اللي احنا بنسميه دلتا اتش على الستيج يعني الاكسبانشن كل اللي حصل على المرحله كامله من الريش ثابته ومتحركه الدلتا اتش على البليد ده اللي حصل في الرياكشن تيرم بس لو كنا بنحسب ديجري اوف ريكشن للامبلس كان يطلع كام؟ كان يطلع بزيرو لان مفيش دلتا اتش على البليد فهنا في دلتا اتش على البليد فهيطلع الرقم ده رقم اكبر من الزيرو شويه لكن عمره ما هيوصل لواحد لان انت بتقيس النسبه على رقم اكبر منها فهيطلع لك اسمه ديجري اوف ريكشن عشان احسبكم بحسب دلتا اتش على البليد واحسب دلتا اتش على
ازاي بتجيب الدلتا اتش من السرعه؟ قال لك هي الدلتا اتش هي فرق كاينتيك انرجي، صح؟ فالمفروض ان فرق السرعه بتاع الدخول والخروج من كل ريشه ده اللي هيدي لك كاينتيك انرجي ديفرنس، وده اللي هيدي لك الدلتا اتش على الريشه دي. فلو جينا نتكلم مثلا عن سرعه سي 2، هنا دخلت سي 2 وطلعت سي 1، مين بيطلع اكبر؟ هو انت عندك نوزل السرعه الداخله اكبر ولا الخارجه؟ الخارجه طبعا. الخارجه يبقى انا عندي سي 1 سكوير ناقص سي 2 سكوير على 2. ده ايه دي؟ ده فرق الكاينتيك انرجي على الريشه الثابته، دلتا اتش على النوزل. طب وفرق الكاينتيك انرجي على الريشه المتحركه؟ فرق زائد الاكسبانشن. اللي طالع من هنا كريشه متحركه دبليو 2 وداخل دبليو ايه؟ دبليو 1. فانا هاخد دبليو 2 سكوير ناقص دبليو 1 سكوير على 2000، وده الفرق بتاع الريشه المتحركه. في الريش اللي كان ما فيهاش فرق في الضغط كنا بنحط ثابت اسمه كي في لوست كوفيشنت، ده كان بيحصل في ادوار الفريكشن اللي بيحصل في بيقلل السرعه عن الفريكشن او الاتجاه اللي بيحصل بين طبقات الايه الليكويد مع الريش اللي بيعدي عليها. هنا بناخد بدل الفريكشن ده حاجه اسمها فاي. الفاي ده بنعرفه على انه الكاري اوفر فاكتور. ولو كان نوت جيفن تحت الفاي بتساوي كي، والفاي اكبر من كي ولا اصغر من كي؟ الكي دي اقل من واحد، فالفاي تطلع اصغر من الكي. الكاري اوفر فاكتور بيعرف الفريكشن زائد اللوسز اللي بتحصل نتيجه الانتقال من المرحله الثانيه. يعني لما يجي عندنا في الفلو يخرج من هنا ياخد هنا بيحصل شويه ايدز، بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نتلاشاها عن طريق ان احنا ندخل بسرعه بس. حتى لو انت دخلت بسرعه بس بيحصل شويه فريكشن لوسز او بيحصل شويه لوسز نتيجه الحركه بتاعه الفلو، بنعرفها بالكاري اوفر فاكتور اللي هم شويه فلو ما عدوش عشان يدوا باور، عدوا في اتجاه تاني مش هيسمح لك بانك تاخد منهم اي كميه طاقه، فده هيخسرك شويه. هيخسرك شويه تحطه في المعادلات بتاعت دلتا اتش والدلتا اتش بتاعت النازل بتاع البيد وعلى النازل. هتيجي هنا على السرعه السالبه وتحط فيها فاي. طيب اذا كان فاي ده اصغر من واحد، ايه التاثير بتاعه على المعادله دي؟ هيكبرني. اولا كدلتا اتش عشان تاخد نفس السرعه بتاعت الخروج فالدلتا اتش المفروض هتزيد، يعني انت هتدفع فلوس زياده او انسال بدروب زياده عشان تاخد نفس السرعه، ده تاثير الفريكشن. ولو كان عندك نفس الدلتا اتش يعني ده ثابت وحطينا هنا رقم فاي، الرقم ده اصغر من واحد، فلازم الدلتا بتاعت الخروج او السي بتاعت الخروج يطلع اصغر من الحاله الثابته. يعني تاثير وجود الفاي اذا كانت السرعه اللي خارجه ثابته يبقى الدلتا اتش هتزيد، ولو كانت السرعه هي اللي بتتغير والدلتا اتش هي اللي ثابته يبقى السرعه هي اللي هتقل. هتقل. الكلام ده؟ لو كانت دلتا اتش السي او الفلوسيتي اكزت هتقل، ولو كان الفلوسيتي اكزت ثابته يبقى الدلتا اتش ايه؟ نعم سؤال؟ خلاصة المسألة بتاعتك انك بترسم في وسط الدياجرام شبه الكوسين في الدياجرام، بس مع اعتبار ان انت ما عندكش حاجة اسمها كي، مفيش فريكشن كوفيشن. بيكون في بدائل وحاجة اسمها كاري اوفر فاكتور، وهيدي لك الاكسبانشن انت ترسم منه الطول بتاع الخط ده، وهنترجم في الآخر المقدار بتاع السي تي واليو، ده يدي لك الورك اللي هو اليو في السي تي. اكتب لك برضه القناة عشان تساوي الورك ده بيساوي اليو في السي تي. ده لك معتبر الاوتبوت من الريشه المتحركه بتاعتك او الاوتبوت من الستيج، اللي هو الريشه الثابته ما بتطلعش اوتبوت، فالاوتبوت الكلي هو الاوتبوت من الايه؟ من الريشه المتحركه. ولو قلت لك سد الميتا بتاعت الستيج فهتقسم الاوتبوت وورد اللي هو اليو بي سي دي على الانبوت اللي هو الدلتا اتش على البليد وعلى النوزل، لان احنا دفعنا مرتين، دفعنا مره في البليد ودفعنا مره في النوزل، فبتاخد الدلتا اتش توتال اللي هو الدلتا اتش على البليد زائد الدلتا اتش على الاوتبوت وورك يو سي تي الانبوت دلتا اتش بس مرتين، مره دلتا اتش على النوزل ما خدش منها وورك، مره دلتا اتش على البليد خدت منها وورك. فالمحصله بتاعت الستيج كلها ريشه ريشه ثابته وريشه متحركه. هنا بحسب الايتا مش للبليد، هنا بحسب الايتا للايه؟ الستيج كلها دي على بعضها.
فانت عندك دفعت هنا مره ودفعت هنا مره ده كده الام بتاعك مرتين والاوتبوت واحد بس. وصلت لسه سؤال؟ مش اللي انا دفعته في البليت الثانيه الموفمنت هستفاده في البليت الثانيه مش هستفاده في المرحله دي اصلا هدفع فيها ولما تيجي للبليت الثانيه هتطلع السرعه 2 هتطلع منها اه هترجع للسرعه ايه 2 هتخش معاك عشان تحسب السباق اه 2 دول معاك حساب السباق يعني لو اخدت السي 1 سكوير بتساوي السي 2 سكوير زائد فانت ما خسرتش حاجه انت دافع على البليت دافع على المرحله دي. حد سؤال؟ سبيشال كيس من الرياكشن تيربين تربينه اسمها بارس تيربين الكوكا اللي انتوا عاملها لسه ما خدناش اصلا الجزء ده البارس تيربين دي حساسها ايه؟ البارس تيربين لما يقول لك الكلمه دي في المساله بتعرف ان الديجري اوف رياكشن بتساوي نص ده على طول اول ما يقول لك ان في عندك بارس تيربين تعرف ان المثلثين بتوع السرعه بيطلعوا متماثلين يعني المثلث ده يطلع نفس المثلث ده ويطلع مقدار السرعه الاكسيال اكس تي ان بيساوي 0 لان انت مقدار السرعه الاكسيال اذا كانت النقطه دي هيبقى ليها ميرور تيرم صح؟ ففي البارسون تيربن بس يطلع من الدلتا اتش على البليت بتساوي الدلتا اتش على النوزل يعني الدي اوف اكشن بتساوي يعني في ايكوال اكسبانشن بيحصل على الايه؟ على المرحلتين الثابته والمرحله كمثلثات سرعه هيطلع متماثلين بالشكل ده ويطلع فعلا في الدرجه اسمه سي تي ده يو ده سي واحد ده دبليو واحد ده البيتا واحد وده البيتا اثنين الفا واحد جاما واحد وسي اثنين دبليو المثلث بتاع السرعه لو عايزين نحط خصائص البارس والتربل فهنقول ان دبليو واحد بتساوي سي اثنين وهنقول ان السي واحد بتساوي دبليو دبليو اثنين اهي ده بيساوي ده وده بيساوي ده لان هم متماثلين تطلع البيتا واحد عندك الديجري اوف رياكشن وعندك علاقات بين الزوايا والابعاد اللي موجوده على الكلوست داجر. في برضه اثبات بتاع الماكسيمم افشنسي خلاص بس الاثبات هنا بيكون مكلكع شويه لو انت عايز تحسب السي دي من المعادله دي فالسي دي هنا بيطلع نفس المقدار اللي هو سي 1 سي 1 كوزين الفا 1 اللي هو المقدار الكلي هنا سي 1 كوزين الفا 1 زائد دبليو 2 كوزين بيتا 2 اللي هو المقدار ده ناقص ال يو فده نفس السي دي اللي انت كنت بتاخده هتاخد السي دي تعوض بيها المعادله بتاعت البيتا ستيتش البيتا اتش على البيتا والبيتا اتش على النظر بنعوض بيهم على المعادلات اللي هنا دي فبيطلع عندك شويه علاقات بين الزوايا والسرعات الموجوده عندك في البلس دايجرام في الاخر بتوصل منها البي اوبتيمم بتساوي كوزين الفا ولقيتها ماكس تطلع معادله كبيره شويه ما تطلعش زي الحاله بتاعت البروست البشر كومباوند بس حد فاكر من بيل اوبتيمم بتاعت البروست كومباوند او البشر كومباوند نص كوزين ده بتاع بتاع سنجل ستيج او بريشر كومباوند السنجل زي البريشر كومباوند بالظبط خلي بالك المعلومه دي البريشر كومباوند هي عباره عن سنجل ستيج متكرره لان كل ستيج مستقله بذاتها في الاكسبانشن لكن الامبلس البروست كومباوند بيطلع لها ربع كوزين الفا ايه ربع كوزين الفا واحد ففي الحاله دي لو انت حطيت تقارن بتاعت البلوستي وبتاعت البشر هيطلع لك ان دي كده اعلى انت عارف ايه هي البي؟ اليو على السي 1 اللي هي بتعبر عن سرعه الدوران فاذا كانت بي كبيره معناها ان اليو ايه؟ معناها ان اليو كبيره نفس السرعه سي اللي خارجه من النص نفس الاكسبانشن اللي حصل على النص فلو كان في عندك هنا البي الاوبتيمم بيساوي كوزين الفا واحد هنا ربع وهنا نص معناها ان دي اكبر ايه؟ دي اكبر سرعه دوران للروترز ما بين انواع الترمات ماشي؟ الجزئيه الاخيره في الدرس ده لو قلت لك سلم الجيم هاي 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 فعلا لو حبينا نحسب ارتفاع البليد بنحسبه من كونتينيوتي ايكويشن كونتينيوتي ايكويشن بتقول لك هو اي في صح؟ فتعالى نمسك حته حته كده لو عندك البليد ايكويشن بتقول ام نوت بتساوي رو بدايه الرو كل ترم من دول ليه عندنا مقابل يعني مثلا لما اكلمك عن رو هل في الاستيم عندك رو؟ واحد على عندنا واحد على بي بنعوض عنه المكان اللي احنا عايزين نحل عنه الهايت غالبا بنعوض المكان بتاع كروم الموزل او بكل الريشه المحركه السكشن ده فلو انت عايز تاخد الرو فتاخد الواحد على البي اللي هو
بتاعت البليد قال لك الاريا دي هنعتبرها مستطيل بس احنا لفيناه كده. هنفرد المستطيل ده يطلع محيط الدايره في ارتفاع البليد. تمام؟ ده شكل الروتر. ده شكل الكيسنج برضه. النص هنا فيه ايه؟ في البليد صح؟ طيب هتاخد المستطيل ده تفرده لان عاده بيكون القطر ده كبير قوي. فالقطر الكبير لما تفرده ما يأثرش معاك قوي على المساحه. فبناخد على شكل ابسط شويه انا عندك باي دي بي ده كده المحيط بتاع المستطيل ده هنضربه في البيت هاي ده يتحط المساحه يبقى عندي الاريا بتساوي باي دي بي. ده الاتش اللي احنا بندور عليه يعني لو انا كسبت البيت هاي يبقى انا بدور على الترم الايه؟ اللي هو الاتش. الفلوستي بنحسبها ازاي في الكونتيننت ايكويشن اللي انا بتاع الفلويد قالوا لكم ان انتوا لازم تاخدوا السرعه عموديه على المساحه فاكرين؟ عشان كده لما تيجي تاخد السرعه عند المكان مثلا بتاع فروق الكونتيننت المسافه دي ما تاخدهاش سي واحد بتاخدها سي واحد ساين الفا واحد لان الساين هيدي لك المقدار العمودي على السرعه يو والسرعه يو تنجنشال يعني عموديه على المساحه. وصلت؟ طيب فلو جيت تبص لها حتى مع المثلث ده هتلاقي ان احنا هناخد السي واحد ادي سي واحد اهو ساين زاويته هيديها المقدار الرأس اللي هو المقدار ده المقدار ده اتجاهه عمودي على اليو اذا كان ده الروتر وده البليد الافق ده الروتر وده الايه؟ ده البليد السرعه يو بتاثر تنجنشال والمساحه فين؟ والمساحه في اتجاه وبالتالي العمودي على اليو هو عمودي على المساحه فعشان كده لما تاخد هنا السرعه هاخد هنا سي واحد ساين الفا واحد او اللي خدها ده فين؟ ده كده عند السكشن بتاع خروج النوزل او دخول النوزل. وانا كان عندي دلتا اتش للموفنج بليد ودلتا اتش للايه؟ للفيكسد بليد. فتلاقي القوانين الدلتا اتش على الموفنج بليد ده كان بيساوي اللي خارج منها دبليو سكوير ما هو دبليو واحد سكوير بس انا كنت بحط ايه؟ فاي على الفي. والدلتا اتش بتاعت النازل دي بتساوي سي واحد سي واحد سكوير ناقص فاي سي اتنين سكوير على الفي. مش الموفين بليد والفيكس بليد الاثنين نازل؟ الاثنين نازل صح؟ الاثنين بيعملوا اكسبانشن انتوا مقتنعين ليه؟ سواء الموفنج سواء الفيكسد الاثنين بيعملوا اكسبانشن فالاثنين عباره عن نوزل حتى لو كانت الاسم المتحركه دي بتاخد منها شويه باور بس هي في النهايه عباره عن نوزل. الدلتا اتش على الفيج الموفنج او الـ او الـ او الفيكسد اللي بتاخدها من المعدات دي عباره عن دلتا اتش الاكتف اللي هي نتجت عن السرعات بتاعت الاستيب. لو عايز تاخد دلتا اتش الايزنتروبيك اللي هو الانبوت الحقيقي لما تيجي تحسب الايتا بتاعت الاستيج انت عايز الانبوت اللي دفعته فعليا هو مين اكبر الاكتوال والايزنتروبيك؟ هنا كده انت عارف رقم ده اصغر من واحد يعني دلتا اتش اس بيبقى اكبر من دلتا اتش الايه؟ اكبر من دلتا اتش الاكتوال وبالتالي لما تيجي تدفع فلوس انت تدفع الاكتوال ولا تدفع الايزنتروبيك اللي هو بيطلع لك جزء الاكتوال وجزء لوس. انا بدفع الكبير دايما كده مبدا الخساره بيقول لك انت لو بتاخد هتاخد الصغير لو هتدفع هتدفع الكبير في الاكسبانشن نفس القصه انت هتدفع دلتا اتش كبير تاخد منها جزء اكتوال وجزء منها يروح لوس. فعشان كده لما تيجي تحسب الكفايه بتاعت الستيج انا عايز دلتا اتش الايزنتروبيك مش عايز الاكتوال. عشان كده لما اجي اقول لك دلتا اتش الايزنتروبيك على البليد تطلع الدلتا اتش على البليد على الايتا نوزل والدلتا اتش الايزنتروبيك على النوزل دي بتساوي الدلتا اتش على النوزل على الايتا. هو هيبقى ما فيهوش اثباتات او ما فيهوش رسمه او ما فيهوش مقاس الكلام ده مش حقيقي. هو الامتحان متقسم اسئله وكل صفحه فيها سؤال بشكل مختلف عن الثاني يعني ممكن يبقى جزء ام سي كيو وجزء عادي. فهمت حاجه؟ كل
داخل في بعض. مش عارف ليه حسيت كده. هو مش عارف حته التكتيك اللي هو خطيته كده مش عارف. ليه هاي ده بس ده بيتطلب في المسائل. انا بقول لك بتدخل له منين. انا لما اجي احل دلوقتي مساله هحلها معاك. بص يعني بس بديلك المعادله بتاعته اللي انت هتستخدمها عشان تحل. ماشي؟ الجزء بتاع الكفاءات ده برضه مش لازم يكون موجود في كل المسائل عشان كده بديلك المعادلات الاساسيه اللي هي الدلتا اتش على النوزل والبليت ده اللي بسرعات بس. رجعت قلت لك لو كان بيديلك كفاءه الاكسبانشن بتاع النوزل اسمها كفاءه اكسبانشن. كفاءه الاكسبانشن يعني ايه؟ يعني كفاءه تحول الهيت من هيت لسرعه اللي هي الدلتا اتش اللي في الوسط. دي اسمها كفاءه اكسبانشن. الارقام اللي انت بتحسبها المتغيرات السرعه دي ارقام اكتشوال يعني سرعات حقيقيه فتدي لك الدلتا اتش الايه؟ الاكتشوال. لما اجي اقول لك احسب لي الايتا بتاعت الستيج انت بتحسب الاوتبوت على الانبوت. طيب هاخد الانبوت الايزنتروبيك ولا الاكتشوال؟ الايزنتروبيك. باخد الانبوت الكامل قبل ما اخسر منه شويه الفريكشن اللي هيروحوا داخل الايتا اكتشوال. ماشي؟ شو الايتا بليت في ايتا بليت هنا كفاءه للبيت؟ لا احسب دايما الايتا ستيج على بالنسبه للشغل الهيئه المفروض يختلف من كل كل ما نيجي في البيت المفروض. بس احنا ما بنخش كلام كتر يعني الكلام اللي انت بتاخد بقى كل ستيتش ليها قله تختلف عن الثاني ولها سرعه مختلفه وليها كفاءه مختلفه فدي حلها ستيتش واحده. يعني هو ممكن يقول لي مثلا ستيتش الفلانيه فما اخش بسرعه بتاعتها. مسلسل كده بس انت جاي يعني المعادلات هي هيديلك معلومات عن الستيتش اللي انت عايزها. يعني هتفرق بس ان انا سرعه اخش بيها. بس دي حاجه ودي حاجه. الايتا نوزل هي الايتا اكسبانشن بتاخد فيها الفرق يعني بتاخد فيها الطاقه في التحول من دلتا اتش الى كاينتيك انرجي. يعني هنا الايتا نوزل بتفعل البليت والنوزل نفسها بالظبط هي شغاله مع الاثنين لان دي رياكشن. الايتا ستيج بقى الايتا ستيج دي بتاخد فيها الاوت كلي على التربين على الستيج والانبوت كلي برده للستيج. الاوتبوت الكلي ده اللي هو الحركه بتاعه الروتر يو سي تي دي حركه دوران الروتر. الانبوت الكلي هو الدلتا اتش اللي هي الحراره اللي انا دفعتها اصلا الاكسبانشن. اللي هو المقدار الكبير اللي دفعت فيه اكتر. ماشي؟ مسألة 5 بيقول لك هي سيرتن ستيج اوف بارسون تربن. لما اقول لك بارسون تربن تعرف معلومات ان ديجري فراكشن بتساوي نص يعني دلتا اتش على النص زي دلتا اتش على البليت. خلاص هندسه في ومعناها ان القيم بتاعت السرعات متساويه زي مثلا دبليو 1 ما بتساوي سي 2 او سي 1 ما بتساوي دبليو 2 او الزوايا المتساويه زي ما احنا كتبناها. ادالك فيها بعض المعلومات بيقول لك ان هي عباره عن 1 رو اوف فيكسد بليد اند 1 رو اوف موفينج بليد. يعني انت عندك صف ثابت وصف متحرك. الديتيلز اوف ذا تربن ار اس فولوز. مدي لك فيها المين دايمتر دي ام. الار بي ام اوف ذا تربن 3000. الماس اوف ستيم باسنج بير سكند 13.5 كيلو جرام بير سكند. والستيم فيلوستي عند الخروج من الفيكسد بليد اللي هي سي 1 والبليد اوت انجل يعني الفا 1. كده هو مدي لك معلومات تصل انها مسافه السرعه قال لك هي تجيب ده بتساوي 68 سم 3000 ار بي ام الام دوت بتاع الستيم 13.5 كيلو جرام في السكند الستيم بلس تي سي 1 143.4 والالفا 1 بتساوي مطلوب منك كالكوليت ذا باور ديفلوبد ان ذا ستيج كالكوليت ذا باور ديفلوبد ان ذا ستيج اند ذا كروس افشنسي اللي هي ايتا ستيج. فانا عايز الباور ام دوت في اليو في السي تي وعايز الافشنسي اسيومنج ا كاري اوفر فاكتور 0.74 اند ذا افشنسي اوف كونفرجن اوف هيت انرجي. ركز معايا في الكلمه دي افشنسي اوف كونفرجن اوف هيت انرجي انتو كاينتيك انرجي اند ذا بليد شانل از 0.92. دي اللي هي مين؟ دي الايتا اكسبانشن اللي احنا كنا بنسميها ايتا نوزل. هنا بيسموها ايتا اكسبانشن لان هي شغاله مع البليد الموفنج والبليد المتحركه. فبنقول لك ايتا للتحول من الدلتا اتش للكاريتك انرجي على طول. خلاص؟ فاحنا مدينا شويه معلومات منهم الكاري اوفر فاكتور ده 0.74 وهتلاقي عندك الايتا بتاعت الكونفرجن او الايتا اكسبانشن دي بتساوي 0.92 مطلوب منك تحسب الكروس افشنسي مش هو مش هينقال في مثلا زي بارسل ويت؟ ليه ده الفا دي؟
فاي مش المفروض ألف مسألة في الأول اللي هي فاكشن فاي بلس؟ لا فاي فاي فاكشن فاي ده سيرفر بتاع فاكشن ملوش علاقة بكل فاكشن فاكشن معناها ده اتش أول حاجة تعملها كده تحسب إن شاء الله السرعة بتاعك فهناخد الرقمين دول كده يطلعوا لك مين؟ ده كان يو عبارة عن باي دي مي في ان على 60 بعد كده جبنا اليو معاك اليو والألفا واحد والسي واحد تعرف تحسب خلي بالك لو انت رسمت مثلث يبقى الثاني جبن لان هنا دي بارسون تيربن فالمثلث الاولاني هتعمل له ميرور هتعكسه هيطلع لك المثلث الثاني فتاخد هنا كده يو مع سي واحد على زاويه الفا واحد معايا يو معايا سي واحد معايا الفا واحد واقفل يديني المثلث بتاع الاندد دبليو واحد على زاويه بيتا واحد هاخد نفس المقدار بتاع دبليو واحد بيساوي سي 2 والزاويه بتاعت البيتا واحد هي الزاويه بتاعت جاما ايه؟ جاما واحد ده هيطلع لك سي 2 توصل الخط ده كده يقفل لك ده ب2 على زاويه بيتا. لما تيجي تحسب الدلتا اتش عشان تاخد الاند بتاعك بكام يعني تعرف ان انت دفعت كام في المرحله دي فهتلاقي ان انت عملت الدلتا اتش على النوزل بتساوي الدلتا اتش على البلاي يعني هتحسبها من القانون النوزل هتحسبها من قانون البلاي والاثنين بيتاخدوا من السرعات اللي هي اصلا متساويه فكده كده هم هيطلعوا نفس الايه؟ يطلعوا نفس الرقم. الدلتا اتش على النوزل مثلا فهناخد السي واحد ناقص فاي سي 2 على 2000 في ايتا اكس ماشي لو انت عايز الاكتشر بتحط بتخبي لو انت عايز الاقعاد دي كفاءه بتحطها معاك من هنا هتطلع القيمه بتاعت الدلتا اتش على النوزل بعد كده انت عندك الاثنين دول هيدي لك مجموعهم التوتال يعني تاخد اثنين في اللي انت طلعته من هنا يدي لك الدلتا اتش التوتال عايزين نحسب الورك الاوتبوت فهتاخد السي دي من هنا معاك اليو وتقول ان الباور بتساوي الام دوت في اليو في السي دي والايتا بتاعت الستيج هتساوي الباور على 2 في ام دوت في دلتا اتش نوزل جبت الاثنين منين؟ المفروض دلتا اتش نوزل ده دلتا اتش بليد هياخد اي واحده فيهم واضربها في 2 واضربها في الام دوت عشان احنا هنا كنا واخدين الباور في ايه؟ بالام دوت يعني كتير وقت ده يطلع لك الكفاءه بتاعك سات حلو ايه معرفش مزعجين الكفاءة بتاعته الرياكشن تيربن هيز امين ده امين سبيد 180 متر على سكن ده اللي هي اليو البليد سبيد تو ستيم فيلوستي ريشيو 8/10 اللي هي مين؟ اللي هي اليو على سي واحد والاوتلت انجلز اوف افكسد اند موفينج بليدز 20 و30 مين دول؟ اول معلومه اديها لك اليو 180 متر على الثانيه بعد كده السبيد ريشيو 8/10 بعد كده قال لك الاوتلت انجل من فيكسد والموف الاوتلت من فيكسد اللي هي الفا 1 22 والاكزت من موفنج اللي هي بيتا 3 الاكزت تبع الموفنج تبقى لا دي اللي هي 30 السبيسيفيك فوليوم عند الاوتلت اوف فيكسد بليد بنص متر مكعب لكل كيلو جرام ده اللي هو بيتجاب من خصائص الاستيم بس هو ما ادكش خصائص وادالك على طول ايه؟ بصراحه معقول السبيسيفيك فوليوم فقال لك ان السبيسيفيك فوليوم عند الاوتبوت من الفيكسد بليد بنص والسبيسيفيك فوليوم عند الموفينج بليد اوتلت ب 6/10 ده فين بقى الكلام ده؟ دول كده يدخلوا خروج الموفينج فادالك بي واحد بتساوي نص والبي اثنين دي بتساوي 6/10 مكعب لكل بيقول ان الارياز ات اكزيت اوف فيكسد بليد اند موفينج بليد ار ذا سيم يعني مساحه دخول وخروج الايه الموفينج بليد عباره نفس المقدار كونسيدر ذا افشنسي اوف ذا فيكسد بليد تو بي 90% دي اللي هي بيتا اكسبانشن او بيتا نوزل دي بوينت 9 ودي ترماين اوف ذا دي فراكشن والادياباتيك هي دروب والاوفر اول ستيت تشينج عايزين ثلاث حاجات عايزين ديجري اوف ريأكشن وعايزين ادياباتيك هي دروب وايه اوفر اول ستيت
اجيب التاتش اهو. حلو. لو الواحد كده بص بعين لقى ان في فوليومز وفي مساحات، فقال لي وش كده في ايه؟ في كونتينيتي اوكيشن. لما تلاقي ستراك فوليوم مع مساحات في كونتينيتي اوكيشن. فالكونتينيتي اوكيشن الام دوت اللي ماشيه عند الدخول هي نفسها الام دوت اللي ماشيه عند الايه؟ عند الخروج. ده هيزود لك بس معامله. يعني لو جيت ترسم الجيفنز اللي هو مديها لك هتلاقي في حاجه ناقصه. هنجيبها منين؟ هنجيبها من المعادله اللي بقول لك عليها. تمام. المعادله دي هتدي لك العلاقه بتقول الام دوت 1 هتساوي الام دوت ايه؟ 2. يعني رو اي في بتساوي رو اي في، بس احنا ما عندناش رو، عندنا ايه؟ واحد كنت نص دي العمليه عليها على ستريت فوليوم واحد، ورو هنا بتساوي ايه؟ 2 كنت نص دي العمليه عليها على في تساوي واحد. دول متساوي. عند دخول الريشه المتحركه هتاخد السرعه العمليه على مساحتها يا اما سي واحد ساين الفا واحد يا اما دبليو واحد ساين بيتا واحد اللي انت عايزه تشتغل بيه. تمام. والتاني؟ هناخد هنا مثلا سي واحد، ده مثلا السرعه بتاعها دي سي واحد ودي الفا واحد ودي دبليو واحد ودي بيتا واحد. اي مقدار من دول لو حددته على راسي هيديها الطول ده. عشان نوصل معاك تكون متساويين، بس مين اللي داخل على الريشه؟ اللي داخل على الريشه اصلا سي ولا لا؟ هو انت متساويين. تفرق في ايه؟ واحده ابسولوت احنا دلوقتي. خلاص الاثنين داخلين على الريشه، بس واحده ابسولوت احنا دلوقتي. هيطلع لك ان هنا البلس دي عباره عن سي واحد ساين الفا واحد. معاك السي واحد ومعاك الالفا واحد. المقدار الثاني عند الخروج ده بيساوي سي 2 ساين جاما واحد او دبليو 2 ساين بيتا 2. فهنحط ده كده عباره عن دبليو 2 ساين بيتا 2. معاك مقدار البيتا 2 تعرف تجيب ايه؟ المعادلة دي هتطلع منها دبل. طب ليه بيديلك المعادلة دي؟ لأن أنت في الإمبلس بليت كنت بتاخد الكي اللي هو الثابت اللي هو الفريكشن كوفيشن، الغرف دبليو واحد اللي بيطلع من الجروس دايجرام وبيطلع لك على طول دبليو اثنين. هنا مفيش الكلام ده. هنا أنت عندك إيتا للستيج وعندك اكسبانشن بيحصل فبيزود لك السرعة بشوية. هتعرفها إزاي؟ يا إما هيديلك معلومة زي كده، يا إما هتبدأ إن أنت تحسب دلتا اتش بتاع اللي هو هيديلك معلومة ثانية كده دلتا اتش مثلا وتترجمها أنت بسرعة. المهم في الآخر بتوصل لإيه؟ توصل المقدار ده باثنين وتروح ترسم. هرسم بايه؟ عندك البي دي عباره عن البي عباره عن نوع عند سي واحد هتطلع منها سي واحد، وعندك الالفا واحد وانت كده جبت اول مثلث. المثلث الثاني عندك اليو وعندك الدبليو والبيتا، يبقى انت جبت ثاني مثلث بتقريبا كده مساله فك النقطه. هتبدا باليو وبعدين عندك سي واحد والفا واحد، او الفا واحد المقدار سي واحد توصل ما بينهم يدي لك هيدي لك دبليو واحد على زاويه بيتا. حطوا رقم 2 عندك نفس اليو والنهايه هترسم بيتا 2 اللي هي 30 وبمقدار دبليو 2 اللي احنا حسبناه من المعادله ده هيجي لك المثلث الثاني. ادي بيتا 2 وادي دبليو 2 وتوصل الكلام ده هيطلع لك سي 2 وجمع ده. هنقيس قيمه المثلث ده هنقيس منه سي تي والسي ان، احنا مش عايزين سي ان في حاجه فهنقيس منه بس السي تي وهنقيس قيم السرعات اللي ناقص كلها، يعني انا ما كانش عندي دبليو 1 هقيسها وما كانش عندي سي 2 ايه؟ هقيسها، وهبدا اروح بعد كده احسب الدلتا اتش على البليد والدلتا اتش على الفيكس اللي هي النوزل، وناخد النسبه بين البليد على المجموع يدي لك الديجري اوف اكشن. فهنروح نقول بعد كده انا عندي دلتا اتش على البليد دي بتساوي الدبليو 2 سكوير ناقص فاي دبليو 1 سكوير على 2000 بيتا نوزل. لقيتها اكسبانشن. لو هو قال فيكسد بس فبنشيلها من البليد. لو هو قال ان هي اكسبانشن افشنسي على طول يبقى هتحطها في البليد وتحطها كمان في البليد. تحطها في الفيكس. وعندي بعدها دلتا اتش على النوزل دي بتساوي سي 1 سكوير ناقص 5 سي 2 سكوير على 2000 نوزل. هيطلع لك الدلتا اتش على المرحله الاولى والدلتا اتش على المرحله الثالثه. حط كده ارقامهم. دي كانت فانا مش موجود تاخدها بكي سكوير او بواحد. يعني لو ادالك كي تاخدها بكي سكوير، لو ما اداش كي ولا ادا فاي تاخدها بايه؟ اي واحد. طب الكي بالنسبه لي هيجاوبني بكام؟ لا 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 مفيش غلط خالص. كده بواحد طالما ما قالكش الكي في مساله صريحه خلاص. اسمع معايا هنا كان مدي فاي ب 88% ونطلع الدلتا اتش الاولانيه 23 والدلتا اتش الثانيه 15. 23 7 10 15 8 10. بس عايز اديلك احد الارقام بيطلع بالنتيجه هعمل ازاي عشان لما تحل تبقى عارف نفسك خالص.
الدلتا اتش على البلين على الدلتا اتش التوتال يطلع لك الديجري اوف رياكشن وده يساوي 40%. خلاص تقريبا بالدلتا الدلتا اتش على الفيكسد 23 على الدلتا رقم فريكشن وهروب شويه من الاستيم مش كل الكتله هتعدي على ريش تطلع باور في شويه بيهربوا عن طريق الادز او ما بين الايه ما بين الريش نعم الميكرو فريكشن بيعبر عن قد ايه اكسبانشن حصل في البليت بالنسبه للاكسبانشن الكلي لو هي امبلس بين الموف لو هي امبلس تطلع بسرعه يعني مفيش اي دلتا اتش حصلت على البليت الموف لكن في الرياكشن تيرم بيطلع لها قيمه لان انت بتاخد دلتا اتش على الفيكسد ودلتا اتش على الموف طيب واحنا في الديجري اوف ريكشن احنا عايزين نزودها ونقللها ولا ايه؟ لا بس الموضوع بقى يرجع للكفاءه احنا الديجري اوف ريكشن في حد ذاتها مش دي قصتنا هو الحاله المثاليه بتبقى برش من كده بس على النص النص يعني حتى لما نيجي نشتغل على انت ماكس مش على برش من كده فانت النص بقى هو الحاله اللي بتقرر عليها زي ما انت عامل مش حلوه زي هو مصحح مش حلوه بتاع الكوجنريشن اللي عايز يمشي دلوقتي عنده امتحانات ولا حاجه ممكن يتفضل اللي عايز يكمل خلاص الكوجنريشن المقصود بيها ان انت بتاخد اثنين اوتبوت من المحطه بتاعت الستيم الشغل بتاعك واحد ترجع للشغل بتاع الستيم سايكل عادي خالص تلاقي هنا الموضوع سهل شويه مفيش كلكعه بتاعت الستيم فاخدنا الكوجنريشن الفانت بتاعتك بتطلع اثنين اوتبوت بنسميه الورك بتاع التوربينه واوتبوت الكيو بتاع الكوجنريشن المقصود بكلمة كوجنريشن ان انا هشغل الستيم اللي طالع من الكويلر في سكتين، سكه نطلع منها باور عن طريق التربينه وسكه نوديها المصنع او نوديها لبروسس معينه، فالبروسس دي هتسحب شويه ايه؟ تسحب شويه حراره، فالموضوع بتاع الحراره ده هيدخل معاك في حسابات الانتفاع من الستيم، بنعرف حاجه بدل الكفاءه اسمها يوتيلايزيشن فاكتور. اسمها ايه؟ الابسون دي بتساوي الاوتبوت الاثنين كيو بروسس زي الدوت بتاع الايه؟ بتاع التربينه بيتقسم على كيو اد الكويلر ده يطلع لك معامل انتفاع ويطلع كبير. يعني انت ممكن تستغنى عن الكوندنسر خالص وتاخد كل اللي هيطلع من الحراره اللي في التربينه ادخلها على بروسس تتكثف بدل ما الكوندنسر تتكثف في ايه؟ تتكثف في بروسس ساعتها انت ما عملتش بروجكت اصلا انت كل اللي انت رميته استفدت منه في بروسس ثانيه فدي هتطلع لك معامل انتفاع كبير يقرب من حاجه 90%. في الدوائر الثانيه بنحط الكوندنسر بعد التربينه وبنحط بارل ليها البروسس بتاعتها فمكان البروسس بيتغير المساله الثانيه فهتلاقي دايما المساله فيها تربينه لوحدها مساله فيها بروسس لوحدها مساله فيها البروسس بارل على الفيد ووتر مثلا مساله فيها البروسس بارل على الهيت تلاقي في كونفجريشن مختلف من دايره الستيم وعليها البروسس. المبدا الوحيد اللي انا عايزك تفهمه وانت بتحل مساله البروسس هيت ان في كيو بروسس خارجه. طب ايه يعني استفدت ايه؟ لما بتيجي تعمل بالانس على اوبن فيد ووتر هيتر او كلوز كنت بتقول ان الانرجي اللي دخلت تساوي الانرجي اللي خارجه صح؟ كنت بتاخد الخطوط بتاعت الستيم بس. لما تيجي تحل بروسس اعمل حسابك ان في كيو ايه؟ في كيو خارجه ما اعرفش قيمتها دي اللي انا عايز اعرفها بتاعت البروسس اللي هتخش. وصلت؟ تعالى ناخد كده مساله والموضوع مش هيحتاج ان انا نشرح فيه اكتر من كده نحل مساله على طول نفهم منها البروسس دي بتتحل ازاي. المساله هو رسمها لك فيها بويلر والبويلر ده طلع منه خطين خط منهم راح على التربين وخط منهم نزل بالسروت على البروسس بس كده هيعمل اكستراكشن من داخل التربين مع الخط اللي عمله سروت من الستين اللي طالع من الكويلر ويدخل الاثنين دول على حاجه اسمها بروسس هيت هيطلع من البروسس كوندنسيت وهيطلع هنا من الكوندنسر كوندنسيت يحط هنا بامب يحط هنا بامب اللي هيطلع من بامب دي واللي هيطلع من بامب دي هيجمعهم ويروح على مين؟ يروح على البروسس ده كده شكل البلانت اللي اتكلم عليه فكلمنا كده كونسيدر ذا كوجنريشن بلانت شور ان فيجر الستيم انترز التربونين 7 ميجا باسكال و500 درجه دي النقطه العاليه فوق بعد البويلر
و some steam is extracted from the boiling. عند 500 كيلو باسكال for the process heating. 500 كيلو باسكال يعني 5 بار. فأنا كان عندي هنا 70 بار. 500 درجة. سحبنا منهم شوية عند 5 بار وديناهم على process heating. وال remaining steam continues to expand لحد 5 كيلو باسكال. يعني الضغط بتاع الكوندنسر ده كام؟ 5.5 بار. Steam is then condensed at constant pressure and pumped to the boiler pressure عن 7 ميجا باسكال. يعني اللي هيطلع من الكوندنسر هنروح نعمل له تكسير كامل ونضغطه لحد ضغط البويلر عن 7 ميجا باسكال. في اوقات بقى الاحتياجات العاليه للبروسس بيقول لك at times of high demand for process heat some steam leaving the boiler is throttled to 500 كيلو باسكال and is routed to the process heat. يعني في احتياجات البروسس العاليه لما نكون عايزين كميه حراره كبيره قوي للمصنع فبناخد شويه ستيم بقى من اللي بخرجهم اللي لسه طالعين من البويلر. فهنعمل لهم ثروتلينج لحد 5 بار. لازم البروسس هيتر تكون داخلها نفس التايم بتاعت الضغط. دي بروسس ما بتعملش تغيير في الضغط، هي بس بتعمل تسخين او تبريد. فدي هتبرد الستيم وتسخن حاجه في البروسس. فاحنا عملنا هنا ثروتل لحد كام؟ لحد 5 بار. ووديناها على البروسس هيتر والاكستراكشن فراكشنز ار ادجستد، يعني نسبة السحب اللي هي نسبة السحب دي ونسبة السحب دي. قال لك ان الاكستراكشن فراكشنز دي ادجستد سو ذات ستيم ليدز البروسس هيتر اس ساتوريتد ليكويد. يعني احنا مظبطين الكميات الاكس والواي دي هنظبطها بحيث ان احنا هنطلع الستيم من البروسيس هيتر حالته ساتوريت الليكويد زيه زي الايه؟ زي الكوندنسر زي الاوبن كيلوتر هيتر زي الكلوز كيلوتر هيتر. كل المكونات دي بنعمل حسابنا ان احنا بنطلع منها ساتوريت الليكويد بسبب ان انت بتدخلها على بمب. فطالما انا بدخلها على بمب بتدخلها ايه؟ بتدخلها ليكويد ما ينفعش تبقى فيها اي ستيم. بيقول لك ان الناس بتبقى ماشيه في البويلر ب 15 كيلو جرام بير سكند وما تحطش في اعتبارك البريشر دروبس والهيت لوسز في البايبنج واسيومنج التربين والبومب ايزنتروبيك. الحاجات دي بقى كلها ايه اللي كده بيقول لك ايه ما تحطش كفاءات ما تحطش دلتا في البايبس واحسب ثلاث حالات. الاول هنا الام ضغط وقال لك انا عايز احل المساله دي ثلاث مرات. في الحاله الاولى عايزين الباور بروديوست، ركز معايا، عايزين الباور بروديوست والنيوتراليزيشن فاكتور وين نو بروسيس هيت از سبلايد. يعني عايز ايه؟ بيقول لك شيل البروسيس خالص وقول لي اقصى باور ممكن تطلعه من الدايره دي بكام. ساعتها انت هتشيل الخط بتاع السحب ده وتشيل الخط بتاع السحب ده معاهم وتشيل البمب وتشيل الميكس. كل ده مش عايزه، ما فيش اصلا ايه دايره ثانيه. سن سايد مفيش حاجه بيجاوب سن سايد حاجه لعبت لها. شيل كل الكلام ده بقى عندك سن سايد. لما تقول رقم بي عايز باور بروديوس عايزين الماكسيمم ريت ات ويتش بروسيس هيت كان بي سبلايد. الماكسيمم ريت ات ويتش بروسيس هيت كان بي سبلايد يعني اقصى معدل انتقال الحراره في البروسيس اللي هو ايه؟ اللي هو لما يبقى كل الستيم يطلع من البويلر بيروح لمين؟ بروسيس. بيروح للبروسيس. في حاجه هتمشي في الخط ده؟ لا مفيش حاجه هتمشي في التربينه. فانا همسح التربينه وامسح الكوندنسر والبامب والميكس يبقى عندك سامبل بروسيس. المطلوب الثالث قال لك عايزين الريت اوف بروسيس هيت سبلاي. يعني عايز اعرف بقى الكيو بروسيس ده بكام؟ لو كنا ساحبين 10% من الستيم بيفور انتر ذا تربين، يعني الخط ده كده سحبنا كام؟ 10% قبل ما نخش على التربين و70% سحبناهم من التربين عند 5 بار. فلو انا قلت لك نسب السحب من هنا وهنا بكام تعرف انك تعمل لي بالانس على البروسيس دي وتديني الكيو بتاعت ايه؟ بتاعت البروسيس. ما تنساش ان في هنا خط او سهم حارك ده كيو ايه؟ ده كيو. لما هاجي احل انا هحل مساله جنرال، يعني هحلها في الحاله الاخيره. ولما هبدا احل المطاليب فهاخد كل حاله هختصر انها ايه؟ الاتشات اللي انا عايزها بس هنقي، يعني هنقي اللي انا جبته بس انا هحلهم كلهم مره واحده. وانت بتحل مثلا في الاول هترسم في اس دايجرام. على في اس دايجرام في كام ضغط؟ واحد اثنين ثلاثه بتاع الكوندنسر. فده الضغط العالي بتاع البويلر. الضغط اللي بعده ده كده 70 ده 5 بار ده 5 بار. النقطة رقم واحد هنبدأ كده الرقم هو هنا الرقم المسألة يعني هو ده رسمها هو ده الرقم فأنا هاخد نفس الترقيم بتاعه. النقطة رقم واحد حضرتها هنا مدي لك هنا اثنين وهنا ثلاثة. نقطة أربعة بعد البلف. خمسة وستة بعد التربينة. نقطة سبعة وثمانية بعد البروسس وتسعة وعشرة بعد الكرومبرون. هنجمع ده الترقيم اللي هو حاطه.
فلما هاجي ارسم هنا هرسم النقطه العاليه عند البريشر والتمبريتشر بتاعها ده النقط بتاعك واحد ولما تقسم النقط واحد خلاص اتغير لما تعمل برانشنج ما بتغيرش حاجه زي بالظبط لما كوبايه ميه ساقعه وتكب منها شويه فدرجه حرارتها صح صح لان دي خاص سبيسيفيك يعني الاتش اللي انت بتحطها دي اتش سبيسيفيك ولا اس بي اس سبيسيفيك فما لهاش علاقه بالكتله نهائي فهتيجي هنا نقط واحد واثنين وثلاثه هم كلهم مع بعض هتنزل في خطين خط اتش كونستنت لحد اربعه عند ضغط خمسه بار وخط اس كونستنت من ثلاثه للخمسه والايه؟ والستة فانا هنزل بخطين خط منهم لغايه ضغط الكوندنسر هيعدي على الخمسه وعلى الخمسه بالمية هيديك نقطه خمسه ونقطه ستة ومن نفس نقطه واحد او اثنين دي هي نفس النقطه هنزل في البلف باتش كونستنت الاتش كونستنت على الشارت دي بيطلع خط مايل كده يقابل خط الخمسه بار عند نقطه كام؟ عند نقطه خمسه نقطة 8 و7 دول نقط ساتوريتد ليكويد فهاجي كده على خط ساتوريتد ليكويد نحط هنا 8 نحط هنا 7 8 هتتضغط ل 9 عند ضغط البويلر و7 هتتضغط ل 10 عند ضغط البويلر برضه فهنيجي كده نفس خط ضغط البويلر ونطلع من 8 ونطلع من ايه؟ من 7 ل 10 ومن 8 ل 9 10 و9 ميه وميه بس ميه ساقعه وميه سخنه لما تحط ميه ساقعه على ميه سخنه يطلع ايه؟ وسط يطلع ميه درجه حرارتها وسط فهيدي لك نقطه ايه؟ ده كده الكيس ده لما تيجي تحل المساله دي نفس اختبار حل مساله الستيم هو حتى الشيت بتاعها هو الشيت بتاع الستيم فلما تيجي تحل هتحل جنبين جنب ليكويد من الجدول وجنب ايه؟ جنب ستيم من على الشارع فلو جينا على ليكويد الجنب بتاع ليكويد في عندك نقط اتش اف فانا هجيب اتش اف مرتين بره عند الخمسه بار كملوا انتوا طيب؟ كملوا انتوا؟ عند الخمسة بار هجيب اتش اف اللي هي نفسها اتش 7 وعند الخمسة بالمية هجيب اتش اف اللي هي اتش 8 الخطوة الثانية في جنب الليكويد بنحسب ورك الترمبات فأنا عندي اتنين بامب بحسب البامب الأولى والبامب الثانية ممكن نسميهم كده عشان بس فرق بينهم دي البامب الأولى ودي البامب الإيه ودي البامب الثانية البامب الأولى بترفع من 5% لغاية 70 الثانية بترفع من 5 لغاية 70 فأنا هاخد من هنا 1/10 70 ناقص 5 من 100 ثاني 1/10 ب 70 ناقص 5 الخطوه اللي بعد كده بجمع ورك البامب على اتش اف يدي لك النقطه اللي بعد الترومبا ده اللي هي اتش 9 10 9 دي تساوي اتش 8 زائد ورك البامب رقم 1 والاتش 10 بتساوي اتش 7 زائد ورك البامب رقم 2 والاتش 11 مش عارف ايه ميكس بقى في العمليه اي نوت ميكس ما ينفعش تجيب الاخر خالص غير لما تجيب الكل حاجه في الجنب الثاني على الشارت ادي الاتش مع الاس على اتش اس الشارت هنحط قطع ضغط مدرج حراره 70 بار و500 درجه اللي يدي لك نقطه 1 و2 و3 وهو برضه بتساويهم 4 لان 4 اتش كونست فانا عندي هنا 70 بار و500 درجه هيبقى كان واحد واثنين وثلاثة وخط أربعة يطلع على خط اتش كونستنت خط هوريزونتال فمش مش محتاج ترسمها أصلا دي أربعة عند الخمسة مش لازم ترسمها أنت بس هتجيب قيمة الاتش هي نفسها قيمة الاتش واحد هنزل من واحد خط رأسي أجيب خمسة وستة أدي خط رأسي مع الخمسة بار ومع الخمسة من مية بار يديني خمسة واثنين ستة يبقى أنا كده واحد واثنين وثلاثة وأربعة متساويين وخمسة لوحدها وستة لوحدها خلصنا كل الاتشات هبدا امسك الدايره احل اللي هو طالبه هو طالب منك مره تحلها تربينا بس ومره تحلها بروسس بس ومره تحلها بالميكسنج بالكميات اللي هو مديها لك لو انا حلها تربينا بس فهنشيل الميكسنج البروسس خالص هيطلع عندك الكيس الاولى وهنا الكيس الاولى انا عايزها كيو بروسس بس عشان بس ما نفتح الكيس بتاع حد فهمدي لك البويلر واللي هيطلع هينزل على الثروتل الصوت اللي هينزل على البروسيس هو البروسيس في عندك بامب وبعد كده عن بويلر عندك شلت ايه؟ شلت التربينه بمشتملاتها التربينه بالخط بتاع الاكستراكشن بالكوندنسر بالترومبا بتاعتها حتى الماكس ملوش لازمه النقط بتاعت الاتشات اللي انا احل بيها مش هغيرها انا كان عندي اتش واحد دي زي ما هي اتش اربعه زي ما هي اتش رقم سبعة بعد الكورسز زي ما هي برضه سنتريت الليكويد عند الخمسة بول واتش رقم 10 بعد الترومبا زي ما هي فكل الماتشات دي ايه؟ ما اتغيرتش هتروح تحسب الكيو بتاعت الكورسز
ما يساوي الام دوت بتاعنا دي في الاتش 4.7. هتعرف عامل ازاي؟ هتيجي على الكونسول انرجي ان تو انرجي اوت، الانرجي ان ام دوت 16 في اتش 4 والانرجي اوت كيو بروس زائد ام دوت 16 في اتش 7. هات كيو بروس الطرف لوحدها يطلع لك المعادله صح؟ زي الكيلو سكت بالظبط، نفس المبدا بتاع الكيلو سكت. الحاله الثانيه في عندك سامبل سايكل بتربينا 10 فيها بويلر، والبويلر على التربينه والتربينه على الكوندنسر والكوندنسر على البامب، وبعد كده على البويلر تاني. الفرع بتاع الاستراكشن مش عايزه لان مش بروسس، الترومبا والميكسنج تشامبر وكل القصه بتاعت البروسس دي هتشال معاها، فهيبقى عندك السامبل سايكل وفيها نقطه واحد بعد البويلر، نقطه 6 بعد التربينه، الحاله الثالثه بقى عايزها ايه؟ عايزها على بعضها، ومدي لك كميات سحب، مدي لك اكس ومدي لك واي. هنقسم كده على الرسمه بتاعتنا، في عندي هنا اكستراكشن اسمه اكس، هنا طالع واحد مع ان هو قايل 15 بس عارف ان هو واحد، لان انا اللي هاخده نسبه من الـ من الـ من الام بتاعت البويلر. اي رقم اسحبه اسحبه كنسبه من ايه؟ من ام دوت بويلر. فانا هاخد هنا بواحد. هسحب اكس يبقى عندي هنا واحد ناقص اكس. هسحب من هنا واي. هيبقى عندي جوه التربينه ماشي هنا واحد ناقص اكس، سحبت واي بقى لك واحد ناقص اكس ناقص واي، عدى جوه الكوندنسر وهيتجمع هنا اكس زائد واي، يطلعوا اكس زائد واي مع واحد ناقص اكس ناقص واي يعني. دي التقسيمه، ولازم ترجع في البويلر بالواحد اللي انت كنت ايه؟ كنت طالع منه. ابدا اقسم عشان اطلع المعدات بتاعتي. انا عندي المعدات فيها اكس وواي، وهو قايل لك الكيس رقم سي. فاضل ايه؟ الاكس بتساوي 10%، فاضل الواي بتساوي 70%. عشان تحسب الكيو بتاعت البروسيس على طول بتروح تعمل بالانس على البروسيس، مش محتاجين اي حاجه، مش اي نقص. فهتعمل بالانس على البروسيس، ده هيدي لك ان الانرجي ايه؟ تساوي الانرجي اوت من بروسس. الانرجي اللي داخله خطين 4 و5، والانرجي اللي خارجه خطين 7 وكيو بروسس. فاللي داخل عباره عن اكس في اتش 4 زائد الواي في اتش 5، وده هيطلع معاك اكس زائد واي في اتش 7 وكيو بروسس. انا عندي هنا اكس زائد واي اتش 7 زائد كيو، ده هيطلع لك كيو بروسس. لو حبيت تحسب بقى الكيو اد عشان تعرف الانترسيشن فاكتور وتحسب الباور والكلام ده، فلازم تحسب نقطه 11. اجيبها منين؟ اجيبها بقى من الميكسنج. فهاخد اتش 11 في 1 بتساوي اتش 10 في اكس زائد واي زائد اتش 9 في 1 ناقص اكس ناقص واي. انا عندي اتش 11 بتساوي اتش 10 اكس زائد واي 1 ناقص اكس ناقص واي اتش. دلوقتي ممكن تجيب الكيو اد، ده هيساوي اتش واحد ناقص اتش 11، وهتحسب الوقت بتاعك. عندك حتتين، حته منهم ماشي فيها واحد ناقص اكس، حته ماشي فيها واحد ناقص اكس ناقص واي. ففي عندك هنا واحد ناقص اكس مضروب في اتش واحد ناقص اتش 5، واحد ناقص اكس ناقص واي مضروب في اتش 5 ناقص اتش كام؟ ركز بس معايا في الحته اللي جايه. الوحدات بتاعت الكيو بروسس والكيو اد ووقت التربينة حطيتهم ايه؟ لو انت حليت كده انت بتطلع الكيو كيلو جول لكل كيلو جرام من الستيم اللي احنا كنا فاضيينه في البوينت هنا بواحد صح؟ لو المساله مديلك فيها ام دوت ستيم هتروح تضرب الكيو بروسس اللي انت هتجيبها في ايه؟ في الام دوت ستيم يطلع لك الكيلو وات. لو سبت الخطوه دي هتلاقي عليها درجه، لان هو مش مديلك الام دوت كده ببلاش، هو مديها لك عشان تحسب منها الكيلو وات. اتفقنا؟ لما طلع كيو بروسس من هنا هضربها في ال 15. لما تيجي تحل التفاعل او الترانزيشن فاكتور نفسه هتاخد الكيو بروسس زائد الوقت بتاع التربين على الكيو ايه؟ في القانون ده مش لازم تحط الام دوت، بس خلي بالك ما تحطش واحده بالكيلو وات واحده بالكيلو جول بالكيلو جرام، عشان كده تبقى انت مش فاهم حاجه خالص.
فانا بس عادي معايا الحل بتاعها هعطيهم هنزل لكم المثال الاصلي. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.